بما اني ما عملت وصفات في الصباح صرت لي فتره، فقلت خليني اسوي شيء مره لذيذ، وطبعا ينفع تاكلوه في اي وقت اقرب للحلا. حنسوي رايس بودينج اللي هو بودينج الرز. الحلو في الرايس بودينج انه انت تقدر تستخدمه في رز بايت اذا عندكم رز زياده. يفضل طبعا الرز اللي حبته طويل الامريكي، بس انا هستخدم اليوم مصري. هذا بالنسبه للرز. اما بالنسبه لانه كل الناس يعني دحين حابه فكره التريس ليتشي اللي هي 3 انواع حليب بيعملوا بيها كيك وبيعملوا بيها اشياء تانية، فانا حسوي تريس ليتشي رايس بودينج، يعني بودينج الرز ب3 انواع حليب، وحيطلع قوامه مره كريمي. الوصفه هذه شفتها في كتاب مره يعجبني، وقلت خليني اوريكم كيف تتسوى، بس طبعا شويه لازم تغييرات بسيطه. هنا تقريبا عندي 1 كوب رز مطبوخ، عندي شويه قرفه، وعندي شويه فستق مقطع، فستق حلبي، و1 عود قرفه صغير، وشويه فانيلا بيست، ممكن تستخدموا الفانيلا السائله. عندي هنا حليب مكثف، هقول لكم المقادير بالضبط بعدين. هذا حليب مبخر اللي هو زي حليب ابو قوس وحليب بوني والاشياء هذه كلها، وحليب عادي ما حضف لها اي سكر لانه عندي الحليب المكثف مره حلو، فاذا ضفت سكر يعني حتصير اكستريملي سويت. هنستخدم هنا طنجرة كبيرة، هحط فيها 3 انواع الحليب مع عود القرفة. بحط شوية من الفانيلا وهخليها تغلي على حرارة يعني متوسطة، بس بتأكد ان الفانيلا دابت، وكل شوية احركها بس عشان لا تلدع. اول ما تغلي حنحط عليها الرز وحنوطي الحرارة. صحيح ان انا بستخدم هذه 3 انواع الحليب، بس انتم ممكن تستخدموا اي حليب تفضلوه. حتى الناس اللي عندها حساسية من حليب الابقار تقدر تستخدموا حليب الصويا او حليب مثلا كوكونات يطلع مرة لذيذ. هذه المرحلة اسمها سيمرنج، لما تبدأ تطلع بابلز كده في الأطراف ويطلع دخان. احنا مو سيمرنج اللي نبغاها، احنا نبغى بويلينج يعني غليان. عشان دائما لما تشوفوا برامج طبخ يقولوا leave it to simmer. سمر يعني هذا بالضبط اللي بيحصل دحين. مرة مهم انكم كل شوية تحركوه، لأنه الحليب حقيقي لو لدع طعمه مرة وحش. دحين اهو بيغلي، شايفين البابل صارت من النص كمان بتطلع. هحط الرز عليه وحوطي الحرارة و I will leave it to simmer. دحين حنخليه simmering اللي هي الخطوة اللي قلت لكم عليها لين ما يتقل، وكل شوية طبعا حنحركه. 40 دقيقة تقريبا حياخد الموضوع. هخليه مكشوف عشان احنا نبغى الحليب يتبخر جزء منه ويتقل الرز. على فكرة ممكن تحط الفستق هنا مع الحليب وتطبخوه، بس انا ما ابغى، بحطه في الوجه عشان يعني لو ما حد يفضله يقدر يشيله. وطبعا تقدر تحطوا كمان اي نوع مكسرات تانية انتوا تبغوها، يعني هذا تعرفوا ايش زي الرز بالحليب تقريبا. يعني شوفوا شكل البودينج كيف صار بعد ما عدى الوقت. خلاص حسيبه يبرد وبعدين حاغرفه وحزينه بالفستق وبالقرفة، بس طبعا في عود قرفة هنا جوا لا تنسوا لازم تشلوه. هذا هو الرايس بودينج بعد ما حطيته. طبعا الكمية اللي انا عملتها تكفي من 2 لـ3 اشخاص او 4 اشخاص، بس كميات حتكون مرة صغيرة.